يسعد أوقاتكم مشاهدينا الكرام. اليوم كاميرا المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية رصدت مركز تعبئة الغاز. اليوم مثل ما شايفين في عطل بمركز تعبئة الغاز، عطل فني. تحدث لنا مدير المركز أنه هذا العطل عم يصير تقريبا بشكل يومي. استاذ نبراس يعطيك الف عافيه. الله يعافيك يا رب. هلا استاذ نبراس، خلينا نحكي اليوم الواقع كما هو. خلينا اليوم شفنا عم نشوف مركز تعبئه الغاز خارج عن الخدمه. ما خارج عن الخدمه، هلا هي اعمال صيانه، اعمال احدادي وصيانه، هي بشكل شبه يومي عندنا. لانه السير الناقل عنده طويل، سواء خط الفاضي او خط المليان. فدائما عندنا مشاكل بموضوع الخط. دائما عندي اعمال احدادي، اعمال لحام، هذا بشكل شبه يومي. استاذ نبراس، مركز مثل هذا وما يعني ما صار له زمان تم تدشينه لهذا المركز، معقول ما في غير خط واحد؟ في خطين، في عندنا خط البرج الثاني، هذا نحن هذاك تحت الصيانه حاليا. هلا ان شاء الله خلال شهر بيكون هذاك تحت الخدمه. يعني هلا اثنيناتهم بدهم صيانه، فينا نقول؟ هذاك بده صيانه كامله، صيانه كامله. هلا حاليا عندنا موعودين بست قبابين جاهزه مشان هذاك حصره، وخطوط جاهزه لإله كمان. عرفت لي كيف؟ بيرجع هذاك على الخدمه في حال طيب هذاك موجود. هلا هذاك خارج عن الخدمه وهذا هلا عم تعملوا له صيانه، فعمليا ممكن تتاخر عمليه تعبئه جرات الغاز. لا ما بتتاخر، هلا انا عندي انتاج مثلا اليوم مثلا 9000، راح يكون 9000، يعني هذا العطل شو بياكل؟ 10 دقائق، ربع ساعه، نص ساعه بأسوأ الاحوال، يعني هذا شيء روتيني، ما انه والله حاله شاذه صارت معنا. خلينا نحكي الانتاج برايك عم يزيد خلال الفتره الحاليه؟ الانتاج كان ممتاز. حاليا نحن الدوره المنزليه باللاذقيه بلشت، خلي عينك على الجره، الدوره المنزليه بلشت ب 2012، نحن من 2012 لحد اليوم، اليوم 29/1، المعدل اليومي في عندنا حوالي 11000 باستثناء ايام الجمعه، في عندنا معدل يومي 11000 اسطوانه يوميا. يعني هذا معدل فينا نقول ممتاز ممتاز. وموضوع الشتاء والطلب، كونه بالشتاء الطلب مختلف عن الصيف، ولهيك الانتاج كان بغطي حاجه السوق تماما عندنا هون باللاذقيه. بعد ما توقفنا حضرتك مراقب تمويل، مراقب بشعبه المعايير والمكاييل القانونيه. مثل ما نحن لاحظنا بعد ما تم الانتظار لحين صيانه خط الغاز، خلينا نحكي عن اليه عملكم هون. آلية العمل نحن بشكل دوري بنقوم بجولات رقابية على وزن، بما انه بالمعمل هون بالانتاج بنقوم بوزن الجرة فارغ ووزنها ممتلئ بحيث يكون مطابق للوزن القياسي، هي 24 كيلو زائد ناقص 200 جرام، فبالتالي بنقيسها، إذا كانت مطابقة بيكون شغلنا تمام. خلينا نشوف على أي أساس بتقيسوا جرة الغاز يلا. أو بتزينوها؟ طريقة يعني. استاذ نبراس، استاذ بس خليه وقف، خليه وقف. جرة الغاز هلا بنشيل هدول، بنجيب وزني نحن على ال 20 بعد ما بنصفر الجهاز، بنحطها اذا طلعت 20.1.2 بتكون مطابقه، بنرجع الجره لمكانها، طبعا بشكل دوار على كل القبابين. هي الكاميرا ترصد وزن الجره، وعلى اي اساس يتم قياس الجره ووزنها؟ تفضل عليه، بس خلينا نشوف. كيلو 24 و100 جرام، عرفت كيف؟ بيكون الوزن هيك مطابق، السماحية 24/1 24/2 24 كيلو. في حال كانت أقل، في حال كانت أقل هلا تعتبر مخالفة. كدوركم شو ممكن تعملوا؟ أكيد كدورنا بنتخذ الإجراءات القانونية، يعني بنعمل ضبط تمويني إنه بوزن مخالف للشيء. وفي حال كانت زيادة؟ هلا في حال، هلا هي الزيادة والنقص مخالف، الزيادة والنقص مخالف، لأنه عاطينا سماحية 200 جرام. طبعا في حال كانت 100 جرام زيادة أو 100 نقص، طبعا هون بيلعب دور القبان، نظافة القبان أو التسريب، تسريب الحاصل، كمان هذا بيلعب دور، ما بيخلي الميزان يكون صح.
100%. فبالتالي نحن بس تكون جاهزة مختومة ونازلة بنتأكد من وزنها بعد مسح القبان. أستاذ حبيب، هي مو مخالفة؟ لا، هي أمور مصنع، هي أمور عندهم بالصيانة، يعني بشكل دائم بيعملوها. هون ممكن يعني بخل بالسلام العام، يعني هيك تسريح؟ طبعا هن لازم يعملوا بشكل دوري، يعني في مراقب على الجسر بشكل دوري يتأكد من كل وحدة، من كل جرة بجرتها، من تعبئة كل جرة. أستاذ علي، خلينا بس نسلط الضوء على هالتسريب هون.